نشوفوا مقادير وطريقة تحضير السويسرول الحلو بنكهة الفراولة، فقط ببيضتين. أنا عندي بيضتين، فصلت الصفار على البياض. طب نشتغل على البياض. حطيت نص ملعقة كريمة تارتار، نشتغلوا على البياض. بياض بيضتين فقط، نضرب ضربتها بالشكل هذا، لكن بنكمل الضرب متاعها في هذه الأثناء. عندي هنا نص كوب سكر بودر، بس أنا فكرت هو نص كوب سكر بودر، بس أنا بنحط كريمة والكريمة فيها سكر، وبنحط الواي بروتين، الواي بروتين فيه سكر فبننقص السكر. هي نص كوب لكن مش هنحط نص كوب، هو بودر أي محلى تحبوه. نحط ملعقتين فقط، هنا نحط ملعقتين، إن شاء الله وصلت الفكرة عشان قصدي. نخلط البياض، هذا قوام البياض بيضتين، نخلوه على جنب. نخدم على الصفار، عندي صفار البيضتين نحطهم هنا، ونحط عليها ملعقتين سكر، مش نحط النص، ملعقتين هذا كافي. نضربها مع بعضها، عندي فانيليا نحطه نص ملعقة، نص ملعقة فانيليا. عندي ملعقة أكل وي بروتين بنكهة الفراولة، يقول الناس ويسرول الفراولة، بنديرها بنكهة الفراولة وي بروتين، طبعا صالح للكيتو ايسوليتد. نضيف ملعقة لاكت، وعلى فكرة الوي بروتين فيه سكر، طبعا فيه سكر كيتوني، هذا السبب اللي نقصت السكر. عندي ملعقة شاي بيكنج بودر ورشة صغيرة من البيكربونات صوديوم، باش تساعد بس على الانتفاخ يعني اذا حابين. نخلط، وعندي دقيق اللوز بنخليه في الأخير. وعندي البياض نضيفه للصفار شوية شوية. نخلطهم، طبعا السويسرول مش محتاجة نبي العجينة تنتفخ، بس نبيها من جوا تكون فلافي وسفنجية، هذا هو السبب اللي درت الطريقة هذه. نضيف، نحطها كلها، بياض اثنين بيضات نضيفوها، نخلط. شوف اندمجت الخليط، ايوا اندمج، هذا هو الخليط اللي فيه، كيف لونه تغير وفيه ريحة الفراولة، ريحة الفراولة. في هذه الأثناء نحط ملعقتين أكل دقيق اللوز، ملعقتين أكل دقيق اللوز، يعني نبيه العجينة تكون سائلة شوية. هذا ليش مبيش نحط مع بعض اللوز، ولا نقول لكم كوب ولا نص كوب، ما نقدرش. فنشوف عجينتي حتى على حسب كبر وحجم البيض، هذه كلها لازم تاخدوها في الاعتبار، لانني مرات تاخد مني 3 ملاعق، مرات ملعقتين،
ريحه حلوه، ريحه الفراوله. نزيد ملعقتين اكل رقيق اللوز، يمكن هذا مكافي 4 ملاعق، نشوف اذا كافيات ولا لا. يقول زي خليط الكيك يعني، هذا هو خليط الكيك. نعرفوا كيف يقعد خليط الكيك، يعني تقعد سائل. يعني انا اخذت مني 4 ملاعق اكل دقيق اللوز، 4 ملاعق اكل دقيق اللوز. هذا السبب اللي نحط في الدقيق شويه شويه، باش نعرف قداش يبي سويسرول مني. يعني هذه تمام اوكي. عندي القالب اللي بيخش الفرن، وعندي الخليط، وعندي الفرن فتحتها على 180 درجة. هذه كتافة الخليط، بعدين نوزعها. نوزعها نديها طبقة رقيقة، الخليط كله ونحطها على الفرن 180 لمدة 10 دقائق، وكل واحد وحسب فرنه قداش. سويسرول الفراولة طلعتها من الفرن، قعد لي 10 دقائق، كل شوي نشوف فيه. هذا شكله طلعها حوله، خفيف خفيفة هربة طلعت العجينة. هذا رقيقة، طلعت رقيقة، نشوفه نقدر نطلعها ولا لا. شوفوها هيك بسم الله، شوفوا بشوي شوي تطلع ولا لا. بسم الله الرحمن الرحيم، هي خفيفة ورقيقة هلبة. هنا هشة سفنجية، هذه العجينة اللي نبوها. طبعا السبب انها لازقة هيك سببها الواي بروتين الفراولة عادي. المهم طلعناها، هي هذه خفيفة خفيفة غلبة خفيفة العجينة. هذه هي، خليها تبرد وباش نجيب لها الكريمة واللفوف. الفترة اللي قاعد السويسرول يبرد حضرت الكريمة اللي بنكهة الفراولة، هي نص كوب كريمة، وحطيت عليها ملعقتين وي بروتين بنكهة الفراولة، وضقت السكر حطيت سكر ملعقة واحدة، لأن الوي بروتين فيه سكر كيتوني، فأكيد كل واحد يعرف كيف يدير الكريمة. هذه الكريمة اللي وديتها، هذه جهزتها وهذه بردت. طب نحط الكريمة ونشوف كيف نبلفها. نحط الكريمة نشوف السويسرول اللي يتلف ولا لا. طبعا الكريمة كانت مسقعة، جهزتها بسرعة. زي ما تحبوا الكريمة تبوها هلبة شوية. وفي نفس الورقة اللي خليت فيها نشوف السويسرول اللي يتلف ولا لا.
خليه يبرد، خلي شوي سوري يبرد ونشوفه كيف كيف شكل السويسرول. خلينا ابرد السويسرول، خليته برد ونشوفه من جوا كيف. هذا هو الورقة، رش عليه شوية سكر بودر، هذا هو السويسرول. نشوفه من جوا كيف هو، خفيف هلبة، خفيف سويسرول. هذا هو عندي طبق تقديم، قوامة روعة، ماسكة نفسها العجينة، ماسكة نفسها. وهذا هو سويسرول بطعم الفراولة بشكل روعة، عشا راقية وصحة وهنا مع سويسرول الفراولة.